بيسألني أنك أنا مشارك اليوم بمؤتمر الأمن الغذائي المسوي للأمن الغذائي مع الإسكوا، والموضوع المهم والأهم بالنسبة لي هو ربط الأمن الغذائي بالمسوي، وفتح مجال أيضاً نتكلم عن واقع المرأة بهذا المجال. فإن المسوي للأمن الغذائي يبيت بين المرأة والرجل، وتقال أيضاً بتكافي فرص وتكون على مدى جهاز يمكن أن تحقق هذه المسوي.